هلا حبايبي، شلونكم؟ عيني شلون الصحة والأحوال؟ إن شاء الله كله بخير وتمام والعافية. اليوم الفيديو مالتي راح يكون عن روتين يومي، تنظيفات وطبخ وترتيبات. إضافة لذلك راح أقوم زيارة إلى صديقتي منورس، وإن شاء الله يا ربي هذا الفيديو نال رضاكم وإعجابكم، وابقوا وياي بمتابعة الفيديو. وقبل هذا أرجو منكم ما تنسون دعم قناتي باللايك والاشتراك إذا ما كنتم مشتركين، واشير الفيديو والضغط على زر الجرس حتى يوصلكم كل ما هو جديد. بداية أنا أول شيء راح أكون، يعني هو اليوم طبعا إحنا عندنا عطلة، فأستغل يعني الوقت قبل ما يقعدون يعني أفراد عائلتي، راح أسوي الترتيبات اللي أنا يعني أسوي قسم من عندها، والباقي راح أسويها وراء الريوق. هنا مثل ما تلاحظون حبايب، أنا أول شيء طبعا أول شيء أقوم بتهوية الشقة وافتح الشبابيك والبردات حتى يتغير عندي الهواء، بها يكون يعني صحي اكثر. وعندي بقية الشغلات هنا مثل ما لاحظتوا، عندي هنا بعض العلب الفارغة هماتين راح ادير بها قسم من المواد اللي نحتاجها، بس مثل ما تلاحظون حبايبي هنا أنا. هذا نوعية الشاي طبعا كل زين انا استخدمها، اسمها دو غزال، نوعيته كلش طيبة حتى بعطر الهيل، يعني كلش طيب. وصح الجو بارد، بس احنا هم يحتاج يعني نفتح التهوية حتى لو مدة ربع ساعة، بعد ذلك اكمل بقية التنظيفات مثل ما تلاحظون. ونفس الوقت راح استغل الوقت قبل ما يقعدون، هنا راح احضر دولمة ورق عنب. هنا أنا عندي بصل وفلفل اخضر وطماطم، راح اثرمهم بالمثرامة لمحضرة الطعام حتى يعني اسهل الشغل عندي اكثر. وهنا أنا عندي تقريبا كوب ونص من التمن او الرز نقعته وغسلته وصفيته من المي، بعد ما صفيته اضيف له الخضروات اللي هسه اثرمهم. طبعا اني مقدمة كثير من الفيديوهات الخاصة بالدولمة وورق العنب، موجودة عندي بقناتي اذا تحبون تشوفوها، بس اني هسه يعني لكون فيديو روتين فما راح اوضح لكم طريقتها بالتفصيل، لان مقدمة كثير من الفيديوهات فما حاجة بعد يعني افصلها لكم اكثر. بس واحدة من المتابعات حبت يعني أن أقدم لهم طريقة لف الدولمة، لأن قبل فترة كنت مصورة، همتين منزلة طبعا عندي تصوير لف الدولمة ورق العنب، فحبيت أعيد لها مرة ثانية هاي اللفة حتى يعني تشوف تفاصيلها بعد أكثر. ولو عندي فيديوهات يعني هواية مقدمة بهذا الشيء، بس مع ذلك تلبيت يعني طلباتكم حبايبي، يعني أقدم لكم حسب ما تطلبون. يعني هنا بعد ما ضفت لها الشبنت، انا هنا دائما اخذ شبنت يعني حتى يكون جوا ايدي دائما متوفر، اخذ كمية من عنده واثرمه واجمده بالفريز واستخدمه شوكت ما احتاج. هنا بعد ما كملت حشوة الدولمة، عندي هنا أنا هذا ورق العنب نوعيته كلش ممتازة، انصحكم دائما طبعا انا مقدم من عنده فيديوهات، انصحكم يعني تستخدمون هاي النوعية كلش زينة، حتى الورق مالتها يعني النوع اللي خفيف يستوي بسرعة، مو نوع اكو يصير مثل لاستيك، هاي نوعيته يعني دائما استخدمها كلش زينة. وهنا أنا طبعا هسه صار عندي موعد الريوق، لان قاعدة من وقت فسويت الريوق مثل ما تلاحظون حبايبي. بعد ما اكمل الريوق راح ارجع مرة ثانية اكمل اللف الدوم، انا كملت الحشوة مالتها حضرتها، يعني بقت عندي هسه بس اللف مالتها، فانا لانه قعدت من وقت فحبيت استغل الوقت اللي عندي حتى اكمل كل شغلي وراها على مود اروح البيت منورس. هسه مثل ما تلاحظون حبايبي هنا أنا طريقة لف الدوم بهاي الصورة، أنا دائما أستخدم هاي الطريقة.
لا مثل ما تلاحظون حبايبي راح بنألفها اضغط عليها زايد حتى تنبرم عندي، يعني تصير قوية. شو عيني كل ما تضبوها اكثر يعني تضغطون عليها اكثر تصير قوية احسن، تبقى تصير شلون القلم هيك رفيعة حلو مضبوطة. شوفوا هيك ابرمها واضغط عليها تصير قوية. وهنا أنا هذا المي اللي يطلع من عندها راح عندي كلينكس هنا نظيف، فأنا دائما أخليه يمي حتى على مود أنشف الطاولة، على مود يعني تصير سهلة عندي باللف. هاي هنا بعد ما كملتها صارت عندي يعني بهاي الصورة، أنا مو رأسا أخليها بالجدرية، يعني أول شي أرتبهن حتى بعدين أصفط، يعني من دخلهن بالجدر أخليهن هيك يعني بشكل متنظم. وهاي عندي بقت كم وحدة سويت من عندها بصل، لأن هنا أولادي عندي يحبون البصل، فسويت لهم كم يعني بصلاية من عندهم وباعوها سعيني، راح أرتبهم بهذا الشكل. مو رأسا تخلوها بالجدرية، لا أول مرة أخليها على التختة وبعدين أرتبها. وهنا أنا عندي راح أسوي كبة جريش بالسوب، بسوب الدجاج راح اخذه وياي، لان انا اليوم راح اروح لنورس، فحبيت اخذ وياي غدا يعني اسوي لها فد شي بسيط. وهنا أنا عندي هذا راح اسوي همتين برياني، هم راح اخذه وياي لمنورس، هي ما راح تدري يعني راح اجيهم، فراح اسوي لها مفاجأة. هاي مثل ما تلاحظون حبايبي، هنا أنا بعد ما كملت البرياني وهنا أنا عندي استوت كبة الجريش، سويتها بالسوب، سوب الدجاج الأصفر بهاي الصورة، صارت عندي جاهزة. بعد ما كملت الطبخ عندي هنا المواعين اللي اتوسخت، يعني تعرفون بعد واحد من الطبخ يتوسخ عندي المواعين، فقلت خلي أغسلهم حتى ما يبقى عندي بعد شي يعني أعمل وراي أو شغل. هم مثل ما تلاحظون حبايبي عندي هاي قطعة القماش هي خاصة استخدمها دائما من انشف بيها الماعين، اخلي عليها حتى تنشف. ما العلم انهم عندي الغسالة هم يعني مخلي بيها ماعين، بس هذولي ماعين الطبخ شوية صار كبار مثل الطاسات والصواني ما استخدمهن بالغسالة. هسه صار عندي كمية الغداء، الغدا للبيت وغدا اللي اخذه وياي لمنورس. وهسه راح اروح بيت ام نورس، وانا بالطريق اللي تخليها اصور لكم طريقي واني رايحه، ولا انا طبعا شيء تعبانه كلش تعبت، بس يلا جدا لمنورس تعيونها لازم اروح ازورها واشوفها اطمئن عليها. وراح اخذ وياي شيء بسيط يعني سويت وياه بالغداء، وان شاء الله هناك راح نلتقي حوالي. بعدني ما واصلت لهم، بعدني هسه توني يعني يم البيت مالتنا، يعني الراد الهواية مشي شو كنت اوصل ما ادري.